السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله نكمل مع بعض في الفيديو ده درس الكميات الفيزيائية القياسية والمنتجة. في الفيديو السابق قمنا بحل مسائل على المسافة والإزاحة في خط مستقيم، أما في هذا الفيديو سنقوم بحل مسائل على المسافة والإزاحة في مسار دائري، ولكن أولا لدينا بعض الإرشادات. إذا تحرك الجسم دورة كاملة، يعني إيه؟ تحرك من ألف إلى باء، ثم من باء إلى جيم، ثم من جيم إلى دال، ثم من دال إلى ألف، تكون المسافة المقطوعة هي ألف باء زائد باء جيم زائد جيم دال زائد دال ألف، اللي هي بتساوي محيط الدائرة بتساوي 2 ط نق. يبقى المسافة المقطوعة محيط الدائرة بتساوي 2 ط نق، ط طبعا بتساوي 22 على 7 ونق ونصف قطر الدائرة. أما الإزاحة فهو بدأ من الموضع ألف وانتهى عند الموضع ألف. إذا موضع نهاية الحركة هو نفس موضع بدايتها، فتكون الإزاحة تساوي صفر، تمام؟ طب إذا تحرك الجسم بحيث إن هو يقطع 3/4 من الدورة، الجسم تحرك 3/4 دورة، يعني إيه؟ يعني من ألف إلى باء، وبعدين من باء إلى جيم، وبعدين من جيم إلى دال. طيب هو مشي، المسافة اللي قطعها بتساوي إيه؟ بتساوي ألف باء زائد باء جيم زائد جيم دال، اللي هي بتساوي 3/4 من محيط الدائرة، 3/4 من محيط الدائرة. طيب الإزاحة، الإزاحة هي ألف دال في اتجاه ألف دال، اللي هي في اتجاه الجنوب الغربي. طب أجيب ألف دال منين؟ أنا عندي المثلث قائم الزاوية. منين المثلث قائم الزاوية؟ ده نصف قطر وده نصف قطر، يبقى متعامدين، يعني الزاوية دي 90، يبقى ده مثلث قائم وده وتر في المثلث القائم. من نظرية فيثاغورس يبقى ألف دال بتساوي أو ألف دال بيساوي ألف ميم الجذر التربيعي، يبقى ألف ميم تربيع زائد ميم دال تربيع، يبقى ألف دال بتساوي إيه؟ الجذر التربيعي، الألف ميم تربيع زائد ميم دال تربيع، هو ده مقدار الإزاحة. طب لو الإزاحة يبقى الجذر التربيعي الألف ميم تربيع زائد ميم دال تربيع، بس حدد عندي إيه؟ الاتجاه في اتجاه الجنوب الغربي. الفرق ما بين الإزاحة ومقدار الإزاحة هو إيه؟ إن في الإزاحة لازم في اتجاه، إن مقدار الإزاحة ما بحددش اتجاه، تمام؟ طيب نكمل بقى مع بعض بقية الأشكال أو بقية الإرشادات اللي عندي. لو الجسم اتحرك بحيث إن هو يقطع نصف دورة فقط، يعني اتحرك من ألف إلى باء وبعدين من باء إلى جيم، تبقى المسافة المقطوعة هي إيه؟ هي نصف محيط الدائرة. طب الإزاحة هي ألف جيم في اتجاه الغرب، يعني إيه ألف جيم؟ ألف جيم دي 2 نق، اللي ده قطر الدائرة بيساوي 2 نق، يبقى الإزاحة إيه بتساوي قطر الدائرة؟ بتساوي 2 نق بتساوي ألف جيم في اتجاه إيه؟ في اتجاه الغرب. طيب لو الجسم اتحرك بحيث إن هو قطع ربع دورة فقط، تمام؟ يبقى اتحرك من ألف لباء، طب عايز المسافة المقطوعة ربع محيط الدائرة، طب الإزاحة هي ألف باء في اتجاه ألف باء اللي هي في اتجاه الشمال الغربي، في اتجاه إيه؟ في اتجاه الشمال الغربي، ألف باء بيساوي إيه؟ من نفس الشكل السابق، ده برضه مثلث قائم الزاوية، يبقى ده وتر في مثلث قائم الزاوية، يبقى بيساوي ألف باء بيساوي الجذر التربيعي لألف ميم تربيع زائد ميم باء تربيع، ناخد مسافة، ناخد مسألة على المسافة والإزاحة في مسار دائري. الشكل المقابل يمثل حركة سيارة في مسار دائري، يمثل حركة سيارة إيه؟ في مسار دائري. أحدد بس نقطة البداية، نقطة بداية الحركة هي ألف، تمام؟ واتجاه الحركة هو الاتجاه ده، الاتجاه ده، تمام؟ اللي هو اتجاه حركة عقارب الساعة. طيب، عايز يحسب المسافة والإزاحة في كل حالة من الحالات التالية. أولاً لما السيارة تتحرك دورة كاملة، المسافة لو السيارة اتحركت الدورة كاملة بتساوي ايه؟ محيط الدائرة، المسافة بتساوي محيط الدائرة بتساوي 2 ط نق، بتساوي 2 ط ب 22 على 7 ونصف قطر الدائرة بكام؟ ب 7، تبقى بتساوي 2 في 22 على 7 في 7 بتساوي 44 متر. طب الإزاحة، الإزاحة عارفين لو السيارة اتحركت الدورة كاملة على طول تبقى الإزاحة بتساوي ايه؟ صفر. ليه بتساوي صفر؟ عشان الموضع النهائي للحركة هو نفس موضع بدايتها. طيب في الحالة الثانية لو السيارة اتحركت نصف دورة، يعني ايه نصف دورة؟ يعني من ألف إلى جيم. طب المسافة تكون إيه؟ المسافة المقطوعة نصف محيط الدائرة بتساوي نصف، 44 بيساوي كام؟ 22 متر. طب الإزاحة هتكون إيه؟ هتكون ألف جيم، يعني إيه ألف جيم؟ يعني قطر الدائرة، يعني 2 نق، يبقى بتساوي 2 نق، اللي هي بتساوي 2 في 7 بتساوي 14 متر، في اتجاه إيه؟ في اتجاه ألف جيم اللي هو اتجاه الشمال، ما انساش اتجاه ألف جيم اللي هو اتجاه الشمال. طيب في الحالة الثالثة لو السيارة اتحركت ربع دورة، يعني إيه؟ يعني من ألف لباء. طيب المسافة هتكون ربع محيط الدائرة بتساوي ربع في 44 بتساوي ايه؟ 11 متر. طب الإزاحة، الإزاحة هتكون أ ب، أ ب بيساوي ايه بقى؟ نظرية فيثاغورس، الجذر التربيعي لأ م تربيع زائد م ب تربيع، تمام؟ طيب أهي الإزاحة طبقا لقاعدة فيثاغورس بتساوي الجذر التربيعي لأ م تربيع زائد م ب تربيع، اللي هي بتساوي الجذر التربيعي أ م نصف قطر في الدائرة وميم باء نصف قطر في الدائرة،
نصف قطر الدايره بكام؟ ب7. يبقى بساوي الجذر التربيعي 7 تربيع زائد 7 تربيع بالاله الحاسبه هتطلع 9.9 متر. وما انساش الاتجاه، دي هتبقى في اتجاه ايه؟ في اتجاه ا ب اللي هو اتجاه الشمال الغربي، اتجاه ايه؟ الشمال الغربي. بعد ما تعرفنا على المسافه والازاحه والفرق ما بينهم، نشوف الفرق ما بين السرعه القياسيه والسرعه المتجهه. السرعه القياسيه هي نفس السرعه اللي اتعاملنا معها في الدرس السابق، يبقى السرعه القياسيه هي السرعه العاديه، حتى رمزت لها بنفس الرمز عين. طب السرعه المتجهه، السرعه المتجهه رمزت لها برمز عين وعليه سهم، السهم ده علامه الكميه المتجهه، بيقول لي ان الكميه دي متجهه، السرعه هنا متجهه مش قياسيه، تمام؟ طب ايه يعني هي متجهه؟ يبقى لازم عندها ايه؟ لازم ليها اتجاه. انا قلت الكميه المتجهه لازم احدد لها ايه؟ اتجاه، يبقى مقدار وحده قياس واتجاه. ده الفرق ما بينها وبين السرعه العاديه، ان انا لازم احدد لها اتجاه، يبقى هي ايه؟ سرعه قياسيه ولكن في اتجاه محدد. طيب سرعه قياسيه ولكن في اتجاه محدد. انا قلت ان السرعه المتجهه دي كميه متجهه، يبقى لازم احدد لها ايه؟ اتجاه، يبقى مقدار السرعه واتجاهها، وما انساش طبعا وحده قياسها. طيب لو درسنا الشكل اللي قدامنا ده عشان نعرف الفرق اكتر ما بين السرعه القياسيه والسرعه المتجهه. الشكل ده بيمثل ايه؟ بيمثل او بيعبر عن حركه جسم بدا حركته من الموضع اي وانتهى بالموضع دي، مرن بالموضعين بي وسي. من اي لبي مسافه 30 متر، ومن بي لسي مسافه 60 متر، ومن سي لدي مسافه 30 متر. يبقى الطبيعي ده ايه؟ شكل مستطيل. يبقى انا عرفت ان اي دي على طول بتساوي ايه؟ بتساوي بي سي بتساوي 60 متر، تمام؟ طيب هو استغرق زمن قدر قد ايه هنا؟ 30 ثانيه من اي لبي، ومن بي لسي استغرق زمن قد ايه؟ 20 ثانيه، ومن سي لدي استغرق زمن قد ايه؟ 10 ثواني. هنبدا مع بعض نحسب المسافه والازاحه والزمن ونعرف الفرق ما بين السرعه القياسيه والسرعه المتجهه، تمام؟ اول حاجه المسافة الكلية، أول حاجة إيه؟ المسافة الكلية التي يقطعها الجسم بتساوي إيه؟ بتساوي إي بي زائد بي سي زائد سي دي، اللي هي بتساوي 30 زائد 60 زائد 30، بتساوي كام؟ 120 متر. طب الإزاحة؟ الإزاحة بتساوي إيه؟ إي دي في اتجاه إي دي، اللي هي بتساوي إيه؟ لو رجعنا تاني عشان نبص عليها، لو رجعنا سنة ورا كده وبصينا عليها، إي دي الإزاحة بتساوي إيه؟ إي دي بتساوي كام؟ 60 متر في اتجاه إي دي، إي ده اللي هو اتجاه إيه؟ إي دي اتجاه إيه ده؟ ده اتجاه الشرق، اتجاه إيه؟ اتجاه الشرق. طيب نكمل تاني، يبقى أنا قلت الإزاحة بتساوي إيه؟ بتساوي إي دي اللي هي 60 متر في اتجاه الشرق. طيب الزمن الكلي، الزمن بيساوي كام؟ 30 اللي هو الزمن بتاع إي بي اللي استغرقه الجسم في قطع المسافة إي بي، زائد 20 هو الزمن اللي استغرقه الجسم في قطع المسافة بي سي، زائد 10 هو الزمن اللي استغرقه الجسم في قطع المسافة سي دي، يبقى 30 زائد 20 زائد 10 بيساوي كام؟ 60 ثانية. طيب السرعة القياسية مسافة على زمن، مسافة كلية على زمن كلي. السرعة المتجهة إزاحة على زمن، ده الفرق ما بين الاتنين. قانون السرعة القياسية مسافة كلية على زمن كلي عارفينه، مسافة على زمن، السرعة المتجهة إزاحة على زمن. يبقى كده أنا عرفت الفرق ما بينهم في التعريف، إن السرعة المتجهة تحتاج لإيه؟ مقدار ووحدة قياس واتجاه، لكن السرعة القياسية مقدار ووحدة قياس فقط. وعرفت الفرق ما بينهم في القانون، السرعة القياسية عين بتساوي المسافة فاء على الزمن زين، أما السرعة المتجهة عين وعليها س بتساوي الإزاحة فاء عليها س على الزمن زين، تمام؟ طيب تعريف السرعة القياسية المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، تعريف السرعة المتجهة الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن. أنا مش عرفت إن السرعة مسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، السرعة القياسية هي المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن، سرعة متجهة قسمت إزاحة على زمن، تبقى الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن، تمام؟ طيب يجي سؤال يقول لي ما معنى قولنا أن جسم قطع 40 متر شمالا في 40 ثانية؟ ده معناته إيه؟ معناته ان 40 متر في 40 ثانية، لو قسمت 40 متر دي مسافة على 4 ثانية اللي هي زمن، تبقى 40 على 4 فيها 10، ايه بقى؟ 10 متر على الثانية في اتجاه الشمال، يبقى ده معناته ايه؟ ان السرعة المتجهة لهذا الجسم تساوي ايه؟ 10 متر في اتجاه الشمال، يبقى ده معناته قسمت المسافة، بس هو حدد لي اتجاه، يعني دي مش مسافه، يبقى انا قسمت الازاحه، اخد بالي من دي كويس قوي، قسمت ايه؟ الازاحه 40 متر شمالا على الزمن، يبقى يديني ايه؟ سرعه متجهه، يبقى لي ما معنى قولنا ان جسم قطع 40 متر شمالا في 4 ثانيه، اي ان السرعه المتجهه لهذا الجسم تساوي كام؟ 10 متر
السرعه المتجهه لهذا الجسم ده تساوي ايه؟ 10 متر لكل ثانيه في اتجاه الشمال، تمام؟ طب ما معنى قولنا ان مقدار السرعه المتجهه يساوي مقدار السرعه القياسيه؟ معنى ذلك ان ايه؟ السرعه المتجهه بتساوي السرعه القياسيه، يبقى المسافه بتساوي الازاحه، يبقى الجسم بيتحرك في خط مستقيم واتجاه ثابت، يبقى معنى ذلك ان او اي ان الجسم يتحرك في خط مستقيم واتجاه ثابت. ملاحظات هامه، اتجاه السرعه المتجهه هو نفس اتجاه الازاحه الحادثه. طبعا قلنا ايه؟ في المثال 40 متر شمالا كانت ازاحه، السرعه المتجهه ايه؟ 10 متر في اتجاه الشمال، يبقى نفس اتجاه السرعه المتجهه هو نفس اتجاه الازاحه الحادثه. وعندي معلومه بقى جميله كده، الفهد. الفهد ده حيوان جميل كده ورشيق وسريع جدا، وهو اسرع الحيوانات اللي موجوده على الارض. سرعته كام؟ 27 متر على الثانيه. يقول لي بيعد الفهد او الشيتا اللي هي انثى الفهد بقى من اسرع الحيوانات البريه، حيث تبلغ سرعته 27 متر على الثانيه. طب اذا اردنا التعبير عن السرعه المتجهه للفهد يجب ان نحدد ايه؟ اتجاه حركته. فنقول مثلا ان السرعه المتجهه للشيتا او للفهد هي 27 متر على الثانيه في اتجاه الشرق، او ممكن اقول ايه؟ 27 متر لكل ثانيه في اتجاه الشرق، تمام؟ سؤال، متى يحدث تغير السرعه المتجهه لجسم متحرك؟ امتى السرعه المتجهه تتغير؟ لما يتغير مقدار السرعة أو اتجاه حركة الجسم أو كلاهما. تاني، السرعة المتجهة امتى تتغير؟ لما يتغير مقدار سرعة الجسم أو اتجاهها أو كلاهما معا. يبقى السرعة المتجهة هي سرعة واتجاه، امتى تتغير؟ لو تغير المقدار أو الاتجاه أو الاتنين معا، تمام؟ عشان أكون فاهم معنى الكلام ده. مثال على مثال على السرعه القياسيه والسرعه المتجهه. بيقول لي قطع متسابق 25 متر شمالا خلال 15 ثانيه، ثم 50 متر شرقا خلال 30 ثانيه، ثم 25 متر جنوبا خلال 5 ثواني، ثم عاد الى نقطه البدايه خلال 20 ثانيه. عايز يحسب المسافه الكليه التي قطعها المتسابق. الحل طبعا ده الشكل اللي عندي اهو. هو قال لك قطع كام؟ 25 متر. اول حاجه بدا 25 متر شمالا، 25 متر شمالا، ادي 25 متر شمالا اهي، 25 متر شمالا، ثم 50 متر في اتجاه ايه؟ في اتجاه الشرق، ثم 25 متر في اتجاه الجنوب، ثم 50 متر في اتجاه ايه؟ الغرب. عايز يحسب المسافه الكليه والسرعه المتوسطه والازاحه والسرعه المتجهه. الحل خطوه خطوه هنحل مع بعض. المسافه الكليه هتساوي 25 زائد 50 زائد 25 زائد 50 هتساوي 150 متر. انا كده حسبت المسافه الكليه التي قطعها المتسابق. عايز يحسب السرعه المتوسطه او اللي هي السرعه القياسيه، يبقى السرعه المتوسطه هتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي، تمام؟ يبقى احسب الزمن الكلي الاول. الزمن الكلي بيساوي ايه بقى؟ الزمن اللي هو سرعته 15 ثانية زائد 30 ثانية زائد 5 ثانية زائد 20 ثانية. 15 زائد 30 45 زائد 5 يبقى 50 زائد 20 يبقى كام؟ 70 ثانية. طيب يبقى انا قلت السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي بتساوي كام؟ 150 على ال 70 بتساوي كام؟ 2.14 من 100، وحدة قياسها متر على الثانية، عشان دي ايه؟ سرعة، تمام. بعد كده عايز يحسب الإزاحة التي أحدثها المتسابق. هو بدأ منين؟ بدأ الحركة منين؟ من النقطة دي حرك وبعدين كمل ورجع لنفس نقطة البداية، تبقى الإزاحة كام؟ الإزاحة تساوي صفر، لأن الموضع النهائي للحركة هو الموضع الابتدائي لها. ومنها قال لي السرعة المتجهة، السرعة المتجهة الإزاحة على الزمن، تبقى هي كمان بتساوي إيه؟ صفر. السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن، بتساوي صفر على 140 بتساوي صفر. تطبيق أخير بيقول لي ايه؟ الشكل المقابل يمثل دائرة طول محيطها 44 متر، ده آخر مثال عندي. الشكل المقابل يمثل دائرة طول محيطها 44 متر وقطرها 14، يبقى نصف القطر بسبعة. فإذا تحرك الجسم على محيط الدائرة من النقطة E إلى النقطة، تحرك من النقطة E إلى النقطة C مرا بالنقطة B، آدي النقطة B أهي، تمام؟ شفنا النقطة B، تمام؟ عايز يحسب بقى ايه؟ في زمن قدره 10 ثانية، عايز يحسب المسافة الكلية والإزاحة الحادثة والسرعة المتجهة، تمام؟ هحل، المسافة الكلية بتساوي ايه؟ نص محيط الدائرة، يبقى نص في 2 ط نق، يبقى نص في 2 في 22 على 7، نص في 2 في 22 على 7 في كام؟ في 7، يبقى نص في 44 بتساوي 22 متر، تمام؟ طيب عايز يحسب الإزاحة الحادثة، الإزاحة الحادثة هتبقى بتساوي ايه؟ اي سي، تبقى بتساوي كام؟ 14 متر في اتجاه اي سي اللي هو اتجاه الغرب. طيب
عايز يحسب السرعه المتجهه ازاحه على زمن، والسرعه زمن قدره كام ثانيه؟ 10 ثواني. تبقى السرعه المتجهه بتساوي الازاحه اللي هي 14 على ال 10 بتساوي 1.4 من 10 متر على الثانيه، وما انساش الاتجاه في اتجاه ايه؟ نفس اتجاه الازاحه، يبقى اتجاه الغرب. عندي بقى ايه؟ الشكل التاني بيوضح مسار، الشكل التاني بيوضح مسار طائرة تقطع مسافة ثابتة بين المدينتين، المدينتين عندي مدينة س ومدينة ص. الطائرة بتقطع مسافة ثابتة ما بين المدينتين من الأول من س لص وبعدين من ص لس ذهابا وإيابا، تمام؟ ماذا يحدث عند إطلاع الطائرة في نفس اتجاه الرياح من المدينة س إلى المدينة ص؟ يعني الطائرة هتبدأ الرحلة من المدينة س إلى المدينة ص في نفس اتجاه الرياح، تمام؟ إيه اللي هيحصل؟ هلاحظ إن السرعة المتجهة للطائرة هتزيد، يزداد مقدار السرعه المتجهه للطياره، هي متحركه في نفس اتجاه حركه الرياح، سرعتها المتجهه هتزيد، وبالتالي هيقل ايه؟ زمن الرحله وتقل كميه الوقود المستهلكه. طب لو الطائره عملت العكس وتحركت من المدينه ص الى المدينه س عكس اتجاه الرياح، ايه اللي هيحصل؟ السرعه المتجهه بتاعتها هتقل بسبب مقاومه الرياح، وايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيزداد زمن الرحله وتزداد كميه الوقود المستهلكه. وعلى هذا الكلام بيجي لي سؤال: علل اهميه السرعه المتجهه للرياح بالنسبه للرحلات الجويه، او يراعي الطيران السرعه المتجهه للرياح عند الطيران؟ نقول له السبب لان زمن الرحله وكميه الوقود المستهلك يتوقف على اتجاه الرياح. سؤال ثاني: علل اختلاف كميه الوقود المستهلك اثناء الطيران بين مدينتين باختلاف اتجاه الرياح. نفس السبب، لان عندما يكون اتجاه الرحله في نفس اتجاه الرياح ايه اللي هيحصل؟ هتزداد السرعه المتجهه للطياره ويقل زمن الرحله وبالتالي يقل الوقود المستهلك. طب لو اتجاه الرحله عكس اتجاه الرياح هيحصل العكس، يعني ايه؟ هتقل السرعه المتجهه وبالتالي يزداد زمن الرحله ويزداد او تزداد كميه الوقود المستهلك. بكده نكون خلصنا درس الكميات الفيزيائيه القياسيه والمتجهه. الى اللقاء في درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.